دقيقتان قبل يوم القيامة، نشرة علماء الذرة ترعب العالم. في نشرة اسمها نشرة علماء الذرة. علماء الذرة قبل كده، قبل سنوات، بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة 1947، أسسوا حاجة رمزية اسمها الساعة الذرية، أو ساعة يوم القيامة، أو ساعة نهاية العالم. دي بترمز انه لما العقرب يصل للساعة 12 بالظبط معناه نهاية العالم، وكل ما يقرب من الساعة 12 معناه قربنا من نهاية العالم، قربنا من استخدام العالم للسلاح النووي. العلماء دول فيهم 15 عالم واخد جائزة نوبل، دول أكابر العلماء في العالم، فيهم 15 نوبل. مقر النشرة في شيكاغو. النشرة الجديدة اللي طلعت بتقول إنه تم تقديم الساعة إلى 12 إلا دقيقتين، وديت أخطر نقطة منذ الخمسينات، من سنة 1953 دي أخطر نقطة على الإطلاق. يبقى إذن الحرب العالمية الثانية، ثم 1953، ثم 2018، يبقى أخطر عام منذ عام 1953 هو عام 2018 اللي فيه الساعة تم تقديمها إلا دقيقتين. أول ما الرئيس ترامب وصل للسلطة قدموها شوية، قربت من 12، إنما اليومين دول بقت 12 إلا دقيقتين. ده معناه إيه؟ معناه إن في خطر نووي على العالم، وسبب تقديم الساعة إن الرئيس ترامب يبدو إن ما عندوش مانع يستخدم السلاح النووي، ويبدو ان زعيم كوريا الشماليه وقت الضروره هيستخدم كل ما يمتلك من مخزون نووي او اي مخزون من اسلحه الدمار الشامل، وان في هذه الحاله ممكن نجد نفسنا ازاء حرب نوويه. فالعلماء دول لما يقولوا كده ده كلام جاد، لان ده مش تقديرات صحفيه ولا تقديرات اعلاميه ولا حتى تقديرات سياسيه فقط، إنما تقديرات كبار العلماء في العالم، منهم 15 نوبل، بيقولوا إن إحنا أخطر وقت، وإن إحنا عند حافة الهاوية منذ 1953. الوضع في كوريا الشمالية مقلق للغاية، والسيناريوهين صعبين طبقا للعلماء اللي هم اتكلموا في هذه النشرة. طبقا للعلماء والمحللين، إما إن الأمريكان يضربوا كوريا الشمالية عشان يأكدوا تحالفهم مع اليابان وكوريا الجنوبية، وفي هذه الحالة ممكن تكون حرب نووية، أو إن الأمريكان ما يضربوش كوريا الشمالية، وفي هذه الحالة اليابان وكوريا الجنوبية هيفقدوا الثقة في الحليف الأمريكي اللي هو ودى حاملات طائرات وقعد يهدد بقاله سنة واتنين، وقال أشد كلامه في الآخر بعد كل هذا الكلام ولا حاجة، والأمريكان ما ضربوش كوريا الشمالية. يبقى إذن لو ضربوا في احتمال لحرب نووية، ولو ما ضربوش تمتلك بقى كوريا الجنوبية القدرات النووية، مش القوة النووية. فرق بين القدرة والقوة. القدرة إنها تقدر تصنع قنبلة نووية، اليابان تقدر تصنع قنبلة نووية، كل التكنولوجيا بتاعت السلاح النووي موجود عند اليابانيين. لو اليابان قررت 2018 يكون عندها سلاح نووي، هيكون عندها سلاح نووي 2018، ولو كوريا الجنوبية قررت يكون عندها سلاح نووي، هيكون عندها سلاح نووي 2018 أيضا. ده معناه إيه؟ معناه إنه لو الرئيس ترامب ضرب دخلنا في مشكلة كبيرة، ولو ما ضربش كوريا الجنوبية واليابان مش هيثقوا مرة تانية في الأمريكان، وهيبدأوا يعملوا توازن نووي، بدل بقى المظلة النووية الأمريكية هم يعتمدوا على مظلة نووية مباشرة من بلدهم، زي ما عمل شارل دي جول في فرنسا قبل كده. قالوا مظلة نووية أمريكية، قال لا، مظلة نووية فرنسية، احنا نمتلك السلاح النووي. لو بعد سنة مفيش حرب، فالكوريين الجنوبيين هيقولوا ما نثقش في الأمريكان، ويبقى عندنا سلاح نووي ما نحتاجش السلاح النووي الأمريكي، ويبقى في توازن في الرعب. يبقى زعيم كوريا الشمالية ما يقدرش يضرب كوريا الجنوبية، مش لأنه خايف من الأمريكان، لأنه خايف من كوريا الجنوبية،
لأن عندها سلاح نووي، وما يقدرش يضرب اليابان مش لأنه خايف من الأمريكان، ولكن لأنه خايف من اليابان اللي هيكون عندها سلاح نووي. يبقى هيصلوا إلى التوازن النووي زي باكستان والهند. الهند عندها سلاح نووي، باكستان عملت، بقى في توازن في القوة. كوريا الجنوبية واليابان هيعملوا سلاح نووي يتوازنوا مع كوريا الشمالية لو الأمريكان ما استمروش في الجدية في التهديد. ولو الأمريكان بقوا جادين دخلنا بقى في موضوع تاني لاحتمالات حرب كبرى أو العالم كله يكون عند حافة الهاوية. فهو مأزق بالضرب ومأزق بعدم الضرب، وإحنا في ذكرى 50 سنة على معاهدة منع الانتشار النووي. هي ممكن تضاف 3 دول نووية، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان، والعالم يصبح أكثر خطرا بعد نص قرن من محاولة العالم إزالة أسلحة الدمار الشامل.